هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا اثناء الحملة الانتخابية ديالو اللي كانت يعني دار واخا 3 ولا 4 مدن وبعد ما خلاوهش بوعزة وكلام نفلوه ودخلوا للحبس يعني دار ما دارش حملة ما كانش محتاج لحملة. المهم السيد لما راح لطن راس دار وعد كبير 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 كثر من راسه. نسمعوا هل بعد هذايا واش يقول. في اليوم 19 من الحملة الانتخابية تعهد المترشح الحر لرئاسة 12 ديسمبر عبد المجيد تبون باسترجاع المكانة اللازمة لولاية تمنراس وتحويلها إلى قطب سياحي دولي بكل المعايير. تمنراس معروفة منطقة تجارية منطقة سياحية إن شاء الله إن شاء الله نشوف ونحاول بقدر الاستطاعة وإن شاء الله ننجح أن تعاود ترجع قطب سياحي من أكبر الأقطاب في المغرب العربي وفي أفريقيا. ولدى تنشيطه لتجمع شعبي أكد تبون التزامه بترقية المركز الجامعي لطمنراس إلى جامعة كاملة وفتح مدارس عليا في مختلف التخصصات. بالنسبة للطالبات والطلبة نتعهد باللي بمجرد ما تكون فيه فرصة طمنراس تترقى إلى جامعة جامعة كاملة بكلياتها والكليات بالنسبة للهندسة بالنسبة لليمين بالنسبة لكل ما يتعلق بالمنطقة هذه. كذلك نحاول كيفاش نجيب من المدارس الكبرى تاع اللي في العاصمة واللي في وهران واللي في قسنطينة وندلوكاليز جي هنا ثاني كذلك مدرسة وطنية هنا في طمنراس. المترشح في صلب برنامجه الانتخابي قطع لمناصره وعدا بمراجعة أسعار النقل نحو أقصى الجنوب مع العمل على تجديد شبكة الطرقات ومد خط السكات الحديدية ليربط طمنراس بالعاصمة. ملعب تيزي وزو اللي باش تبنى بقى 20 سنة وباش يدشن راه في 50 ما دشنش ولعبوا فيه ليزيسبوار تاع جياس كان باقل ما عادش تلعبوا حتى يجي الدشن. ملعب من طراز عالمي من طراز عالمي تبون خاف يروح يدشن قالك رايح في ديسمبر ومن بعد ولا قال يخليها 12 يناير بعد ولا بطل. هذا نقترح عليه تاريخ 20 أفريل 20 أفريل روح دشن ستاد شوف كيش داير عبي كالاس تحفة تحفة شوف 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 قلت هذا يا ملعب عالمي طراز عالمي انو جي اس 4 وتلعب في هاد الستاد هذايا تلعب لاكوب دافريك تلعب كاع المنافسات الدولية تشرف شوف واش راهو يستنى تبون باش يدشنو يستنى العهدة الثانية 50 ما دشنتوش عاد شنو درك العهدة الثانية ما يمدوها لكش العسكر غير دير في روحك شي 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 دهش
وعلاش الخسارة حبس؟ استاد هكذا جاهز ومغلوق، وعلاش؟ السبب معروف لدى الجميع، انه تبون ماهوش رئيس في تيزي وزو في بلاد القبائل. تبون ماهوش رئيس، ولا واحد انتخبوا، ما صراتش انتخابات، لا الوالي، لا شيف سيكتور، لا مدير دارك، لا الشرطة. تيزي وزو جاي الولاية، ماشي غير المدينة، الولايتين كاملتين 0% مشاركة، ما كانش فيها انتخابات. كيفاش تحبوا غدوا يروح للشنستان؟ ما هوش ده يعني الأولى، الثانية يخاف في تمن راس توين ما كان والو، دنيا هانية، هبط لك غاشي ورافدين كوابس ومدافع وطيارات، وما قدرش يمشي في الطريق في الطوموبيل داو في الهليكوبتر. شنو تحبو في تيزي وزو يمشي للكنال؟ لا مشيش. وزيد يقدر جبار يحرش عليه يقتلوه في تيزي وزو، وين اي جبار يحرش عليه يقتلوه في تيزي وزو. فوالا الملعب يستنى، سي تبون ما يجيش وما يروحش، وهكذا راه يصير الملعب. وعلاش؟ راكش سي تبون يخاف يروح لتيزي وزو، والستاد يبقى مغلوق. كاين وزير الشباب والرياضة يحيد، شنو السلام؟ وعلاش محكم عليك تدشن؟ هاك الشن تاع برقي تاع وهرم، تيزي وزو نيت، النار تشعل ليه. نار تشاف تيزي وزو، ما باش يقولوا هذا كان حتى رجلين، ما حترجع في حتى ولاية، ما راح تجيها. تبون ما زاد حتى باستثناء جلفا نص نهار و تندو في نص نهار ما يباتش ما با. فوالا انا عديو الان الى افعال الشر تاع تبون. كيفاش تبون يقمع في الشعب الجزائري؟ باش تبون يقمع في الشعب الجزائري. شوفوا هذا بعد الفصل.